السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم أسباب صلاح الأبناء أن تدعو لهم وأن تدعي لهم أيتها الأم المباركة، فدعوة الوالدين مستجابة، وعباد الرحمن يدعون الله عز وجل فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدعاء الوالد لولده لا على ولده أن يدعو له بالهداية والصلاح والسداد والرعاية وأن يوفقه الله عز وجل ويحفظه ويبارك فيه، لكن للأسف الشديد أننا نلاحظ أن كثيرا من الآباء يدعون على أبنائهم ويهتفون على أبنائهم ويطلقون الألفاظ والعبارات التي لا يحسبون لها حسابا. أخي المبارك، أختي المباركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا ساعة يستجيب الله تعالى بها. كم من إنسان دعا على ولده فهو الآن يكالف هذا الولد، يكالف عقوقه. فيا أخي المبارك، ادعو له بالهداية والصلاح والسداد، وإياك ثم إياك أن تدعو عليهم بشر أو مرض أو وباء أو غير ذلك. أسأل الله أن يصلح لنا أولادنا وذرياتنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.